واجتماع وزيادة المآتم. يعني شنو؟ يعني أنا أقرب بيتي وأنت تقرب بيتك، والاجتماع بالحسينية كلها مآتم، قلوبنا مآتم. لا تطلب المولى الحسين، لا تدور الحسين لا غرب لا شرق، فدعوا الجميع وعرجوا. سألني يقول لي وين قبر الحسين، أقول لك قبر الحسين بقلبي. وين مأتم الحسين، أقول لك مأتم الحسين عندي وعندك. خلي يشوفون اليوم، يجون هالأيام هذه يشوفون الشيعة وش صاير عندهم، ملذات ينسونها، مصائب ينسونها، فجايع ينسونها، مآسي ينسونها. وش يقولون؟ يعرفون الحسين رب وإمام المصائب، قضية جامعة شاملة. وش بقى الدهر على الحسين؟ تتذوق الشيعة قاسم كأنما تقاسي هالآلام، تقول للحسين أبو علي معك، ترحن وياك أبو علي، كل سنة نقاسي مأساة كربلاء، وكل سنة أبو علي إذا أنت بكربلاء منعت زينب تصيح، وقلت لها أخي زينب ترى إذا رأيتيني قتيلة لا تخمشي علي وجهها. شوف شلون مصيبة الحسين. ترى إحنا بعد أهون من الحسين، ليش؟ لأن إحنا نسمع بمصيبة الحسين ونصيح. ترى الحسين يوم كربلاء يشوف الابن أمامه على البوغة ما يقدر يصيح، يخاف أن يشمت به القوم ويقولون ضعف الحسين، يتقوى لكن قلب الحسين يتفتت، يشيل الولد على كلتا يدي يجيب المخيم، دموعه تجري لكن ما يقول آه، ويصرخ بعالي صوته. والمرأة والفتاة الأم تشوف ابنها بين عينها مطروح، لكن ما تصرخ وتنادي واولدا. تدري متى تصرخ المرأة؟ إذا جاب الحسين الولد وأدخل على أمه في الخيمة، إذا أدخل على أمه في الخيمة اجتمعت النساء، قال يا نساء أبكين إن كنتن باكيات، أما برا لا تطلعونها. إذا وقع الشاب وجاب الحسين لا تطلع امرأة، أجيب بين المخيمات أو داخل الخيمة تجتمع النساء من حوله. نقول لأبو علي تعال اليوم احنا لا والله نصيح، تعال إلي نسائنا إذا زينب ما صاحت، تعال شوف نسواننا شو تسوي اليوم، تلطم على رؤوسهن ينادينا وحسينا. بعد أبو علي اليوم نعزي ابنتك فاطمة هالعليلة هذه اللي بقت في بيتك حزينة، تقاسي هالمصيبة هذه مع عمها محمد بن الحنفية. ومحمد ايش حالته؟ محمد يقول يقف بقارعة الطريق يسأل الركبان ما شفتون اخوي الحسين؟ وفاطمة تجي الى النساء اللي جايات بالركب، اذا دخلنا البيوت تجيهم فاطمة ايها النساء ما شفتون ابي الحسين؟ ما عندكم خبر عن أخواتي عن عماتي؟ محمد بن الحنفية يقف بقارعة الطريق ما يبرح إلا يقول شيلوني يا غلمان، قوم اطرحوني بالدرب بسأل الرجبان، بسأل عن أخواني وبقية آل عدنان، وبسأل عن قومي وهل اللي فارقوني. لا تغمضي يا عين بعد فراق الأحباب، تجوني يا الذي في السفر
زين والله تبعثك جدد علي الحزين يا شيخ الرجاجي لكن على لا تزان الدار. قال ميثم التمار قال قليل في حبك يا أبا الحسن، خلي يصيدني أزيد من هذا، قليل في حبك يا أبا الحسن. هذا مثل أهل البيت، مثلي لا يبايع يزيد بن معاوية، مو خايف الضرر على نفسه، خايف الضرر على الأمة الإسلامية ككل. إذا أبايع يزيد بن معاوية يعني أعترف بيزيد وبولاية يزيد الشرعية، مثلي لا يبايع. أما أنا فها أنا ذاهب إليه، وإجى إلى داره، ولما أن صار منتصف الليل التفت إلى أحد أولاده، ولدي اذهب إلى بني هاشم وقل لهم إن أبي الحسين يدعوكم وخلهم يجوني. إجى ذاك الفتى من فتيان الحسين من أولاد الحسين إلى بيوت بني هاشم، من دار إلى دار، يطلعون فزعين مرعوبين بمنتصف الليل يدعون الحسين، أي ملمة من ألمت بالحسين، أي نازلة نزلت على الحسين، خرجوا مسرعين السيوف في أيديهم. إجوا بعد واحد إجى متأخر، من هو عمي؟ قمر العشيرة أبو فاضل. آخر بيت راح إلى ولد الحسين، طرق الباب خرج، عمي بلا يا ابن أخي ما أخرجك. قال لعمي ترى أبويا الحسين يدعوك. قال الآن أبو العلي يدعوني منتصف الليل؟ قال بلا يدعوك أبي الحسين، ومو بس انت، ترى كل فتيان بني هاشم كلهم أبوي دعاهم، وكلهم الآن ينتظرون أمرك، اشتمر بيهم، انت قائد بني هاشم، انت شيخ العشيرة. طلع أبو فاضل السيف بيده، وإذا ببني هاشم وقوف عند بيوتهم. ها أبو فاضل اشتمرنا؟ قال هلموا بنا إلى الحسين، لابد عند الحسين أمر هام دعانا إليه. إجا قمر العشيرة ومن خلفه بنو هاشم في سلاحهم، إجا وصل الحسين جالس يترقب العباس، طرق الباب، تفضل أبو فاضل. دخل زينب وين جالسة؟ جالسة بحجرتها متخوفة. لبيك أبا عبد الله. قال لأخي الأم كيد كيد هذا كتاب يزيد أرسله إلي الوليد. قال له اشتأمر أبو علي، أنت اجلس مكانك الآن، أروح أجيب الوليد إليك. قال له لا أبو فاضل تكفوا، لكن أنا ذاهب إليه، أنا مو خايف، أنا ذاهب إليه أبو فاضل، ولا يكون أحد يدخل وياي. قال له وين نصير؟ قال له خلف الباب. لكن عاد أبو علي أبو فاضل خل كل حواسك عند الحسين، خاف يغدرون بالحسين، خل حواسك عندي، والعلامة بيني وبينك، مجرد أن يرتفع صوتي ادخل علينا. إجا دخل الحسين بأبي وأمي، العباس أذن عند الباب، متى الحسين يرفع صوته؟ صار الجدال، صار الحوار. قال الحسين نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا أولى بالأمر؟ حمل يخرج، قام الوزغ بن الوزغ مروان بن الحكم، يا وليد إن فاتك تعلم، لا ترى إلا غباره، اقتل الرجل ولا تتركه يخرج من دارك. اهني عاد الحسين رفع صوته، اجى دور قمر العشيرة،
أأنت تقتلني أم هو يا ابن الزرقاء؟ حصوت هذا في أذن القمر العشيرة أبو فاضل ويسمع صوت الحسين، تمطى على الباب، رفع الباب بيده، دخل بأبي وأمي والسيف في يمينه، هجم بنو هاشم من خلفه. رأسا إجا الحسين إلى من؟ إجا العباس رأسا إلى الوليد أو إلى مروان، لزمه من تلابيبه، رمى به الأرض، جلس عنده والحسين واقف. جتني أصيح، قال له لماذا أبو علي؟ ما أقدر أشوفك تصيح، أمرني به. قال له لا لا أبو فاضل، أنا اللي صيحني مو هذا الموقف. قال له بعد أي موقف؟ قال له يا أبا الفضل، يوم تزدلف إليك بنو أمية وانت وحيد فريد مقطوع اليمين والشمال، وانت ننادي اخي حسين عليك مني السلام. كان ابو فاضل يقول لابو علي وبعد ان يمشيني موقف. قال له اي موقف؟ قال له ابا عبد الله، قال له يوم الذي تقف علي وتنادي الان انكسر ظهري. ابو فاضل اغمد سيفك. رجع بأبي وأمي الحسين ومن خلفه بنو هاشم. قال لأخي أبا الفضل لحد يروح إلى داره، أول كلنا نمر على دار الحوراء زينب، ما نخليها الليلة تبات خائفة، أول نفرحها وندخل السرور عليها. قال له أي والله، تفضل أبو علي. وصلوا إلى دار زينب وإذا بزينب واقفة بصحن دارها، ما استقرت حتى ترى الأخوين. دخل عليها قمر العشيرة، دخل عليها الحسين ثم قمر العشيرة. فرحت بأبي وأمي استبشرت، بس ما رجع شيخ العشيرة بالشياهين، بالحال فتحت باعها فخر النساوي، حنت كئيبة مخدرت بيت الإمام، تنادي يا نور العين يا كهف اليتامى، فالك عسى يا أخوي هو فال السلامة، يدومك الله يا كفيل الهاشمي. وظلت تدير العين بين شمول غالب، شو تدور؟ شافت قمر هاشم مفرع للذوايب، خرت على راسه تحب بقلب ذايب، ونادت يا خويا يدومك الله العز نحسين. وعباس ما بين عينه لايح عمود الشجاعة، صاحت يا ابو فاضل ترى ساعة بساعة، جني يشوف مقطع شمالك وليمي، وطايح على نهر الشريعة مالك زنود، واني يا اخويا مخدر ما دميت موجود، بعدك يا نور العين لازم بلبس قيود، ومامشي اسير بلا ولي فوق البعاري. ومن سماع حلت دمعتي كبش الكتيب، وقالها يا زينب هالحجي لا تفاوليب، من يوصل الخدريج وانا ليث الحري، وحياة راسج يا بنت حيدر ما كفو. يا قمر هاشم، لكن هالمصيبة يا خويا تصيب
هالمصيبة تصير لازم جني اشوفك بالنهر يا اخوي نايم. رجال تواصوا حيث يقول احد الكوفيين: جئت من الكوفة بكتب الى الحسين، دخلت جئت من الكوفة بكتب الى الحسين، جئت المدينة، دخلت المدينة واذا المدينة منقلبة رأسا على عقب، تموج المدينة باهلها كموجان السفينة في البحر الهائج، ولم يبق رجل في داره. خرج الرجال الى الطرقات، يقول جيت دخلت والناس الرجال يهرعون، اريد اسائل واحد ايش عندكم؟ اذا اقطع الطريق على فرد منهم اريد اسأله، يقول لا اليك عني، عزب عني لا تسألني. يقول واهل المدينة قد شغلوا بمصيبتهم. لكن شنو المصيبة؟ شنو الحاصل؟ يقول اخذت امشي حتى نظرت الى رجل مستند الى الجدار يبكي وينادي: وضيعتا. دنوت منه، قلت اليه: ايها الشيخ اخبرني. نظر في وجهي: بلى. قلت: اخبرني ما الحدث الذي نزل عليكم يا اهل المدينة؟ ايش صاير؟ انخنق بعبرته، ثم قال الي: يا عبد الله، انت رجل عن اهل المدينة؟ قلت: بلى، انا من اهل الكوفة. الى اين تريد؟ قلت اليه: انا جئت اريد الحسين، فان معي كتب من شيعته. قال: الي اليوم قدومك الى المدينة؟ قلت: بلى. قال: يا شيخ اسرع الى دار الحسين، ما ادري تلحق تسلم الحسين الكتب لولا. دلني على دار الحسين. يقول: مشى بي حتى جئنا الى الطرق المؤدية الى دار الحسين، واذا بها قد غصت بالرجال. وصلنا الطريق بين الرجال حتى بانت الينا دار الحسين، واذا بالدار ابوابها مفتحة على مصراعيها. يقول: وقفت من جملة من وقف انتظر الحسين يخرج من داره حتى ادفع اليه كتب شيعته. بينما نحن كذلك اذ خرج فتيان بني هاشم. يقول: نظرنا شيف علون بني هاشم. بينما نحن كذلك اذ اقبلوا بنياق عليها هوادج، وقد برقعت بالاستار من الحرير والديباج. 40 ناقة جاء بالنياق انيخت مما يلي دار الحسين، وكل ناقة وقف بجنبها فتى من فتيانه. بينما نحن كذلك اذ برز ابو عبد الله من داره، اخذ يتفقد الضعين ناقة بعد ناقة، وقد اوكل بكل هودج فتى من فتيانه. عظم الله اجوركم. بينما نحن كذلك اذ ارسل الحسين فتى من فتيان الى داره، دخل الفتى هنيئة، خرج ومن خلفه امرأة تمشي على وقار وسكينة، ضاربة الخمار تسحب الرداء على وجه الارض. جاء بها الحسين الى ناقة، جاء بها ذلك الفتى الى ناقة، اعقل الناقة، اصعد المرأة في هودجها، اذل الستر عليها. سألنا: من الفتى ومن المرأة؟ قيل الينا: هذا علي بن الحسين وهذه امه ليلى. بعث الحسين
مرأة في هودجها أسدل الستر عليها. سألنا من الفتى؟ قيل هذا القاسم ابن الحسن وهذه أمه رملة. وهكذا فتى بعد فتى، كل فتى يدخل إلى دار الحسين ويخرج ومعه امرأة. ونحن نسأل من الفتى ومن المرأة، فيخبر فنخبر به وبمن خلفه. بينما نحن كذلك ادخل الحسين إلى داره، هنيئة خرج وإذا من خلفه امرأة تمشي على وقار وسكينة، تحمل على يديها طفل رضيعا مقمط تظلل له برداية. ألا من مناد وإمام؟ جاء الحسين بالمرأة إلى ناقة، أعقل الناقة، أخذ الطفل من المرأة، استوت المرأة في هودجها، وضع الحسين طفلها على يدها، أسدل الرداء عليها. سألنا من المرأة؟ قيل هذه عزيزة الحسين الرباب، وهذا رضيع، عظم الله أجوركم. دخل الحسين إلى داره، هنيئة خرج ومن خلفه فتاة تمشي من خلفه تعثر في ردائها تنادي وابتا. جاء بها الحسين إلى ناقة، أعقل الناقة، استوت الفتاة في هودجها، أدلى عليها الحسين الستر. سألنا من الفتاة؟ قيل عزيزة الحسين سكينة. اكتملت المحامل، وكل محمل بيه امرأة، وكو بعض المحامل طفل يمين وطفل شمال، يقول والحنة والضجة ودوي لهم وبكاء. يقول بعد ذلك أخذنا ننظر الهوادج كلها عليها الأستار. يقول شوي رأينا وإذا ناق عليها هودج لكن خالي، ما بأحد. بعد أكو إمرأة ما طلعت، أكو فتاة ما طلعت، دور الحسين والأبواب كلها مغلوقة، كل فتى يخرج من داره من خلفه من معه يغلق الباب. يقول أخذنا ننظر إلى دور الحسين، باب بعد باب مغلوقة. يقول لكن نظرنا إلى باب لا زال مو مغلوق، دار لا زالت من غلقت. الله أكبر، من تخرج ومن بقيت؟ يقول نظرنا، هنيئة دخل الحسين إلى داره، ديج الدار المفتوحة، دخل الحسين إلى الدار، هنيئة خرج دموعه جارية، صار بالقرب من النياق، رفع صوته، أين كبش كتيبتي وحامل لوائي؟ إجاب فاضل مسرع، لبيك يا أبا عبد الله. قال لأخي ادخل على أختك زينب، فإنها أبت أن تخرج بكفالتي وحسينا. عظم الله أجوركم. دخل قمر العشيرة وإذا بزينب جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها. أخي زينب قومي، كل الدور انغلقت وكل البنيات ركبنا في المحامل، ترى ما باقي اللنتين. وخي زينب قالت ابو الفضل اجلس احدثك. قال حدثي يا زينب. قالت ابا الفضل اتذكر يوم مات فيه والدي علي بن ابي طالب؟ قال بلى زينب. قالت أذكرك، ألم يقل علي لك ولدي عباس ترى وديعتي زينب؟ إيه أذكر أخي زينب. قالت أبا الفضل اليوم أخرج معك، فمن يرجعني بعدك؟ منو يرجعني من
بعدك يا مين الذي راعي الشيا انواع يشد الراع جاب المحامل للحارة كل فارد وجه يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبرائيل ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما من ربي فنعم. أبو علي إيش تطلب؟ مال، جاه، نفوذ؟ خاطب ربه، ما يحتاج يجيه الخطاب،
هو خاطب ربه قال إلهي تركت الخلق. الجواب حاضر عند الحسين. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعت يا رباه إربا. خل ينزل علي وعلى رأسي بلاء الرسل وبلاء الأنبياء وشدة الرسل وشدة الأنبياء، أنا إذا ما أقتل ما يبقى إلى الدين حرمة. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعت يا ربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أمر بأبي وأمي أصحابه أهل بيته وحلوا من إحرامهم، وخرج بأبي وأمي سالكا القفر إلى العراق. كان عبد الله بن جعفر لاحقا بالحسين من المدينة ومعه أولاده إلى مكة، بينما وكذلك وإعداء أحد أولاده قال أبتا لقد دهينا بمصيبة. قال ماذاك بني؟ قال أبتا إني أرى غبر ثائر من طريق مكة. قال ما معقولة الحاج الآن بمكة والتروية، كيف يخرج الحاج أو يخرج أحد من مكة؟ لعله ضعن قادم إلى مكة. قال لا والله أبتا الغبر تقترب منا. قال ولدي انزل واصعد على ربوة واتني بالخبر. جاء أحد أولاده صعد على ربوة أخذ يطيل النظر، جاء إلى أبيه مسرعا قال أبتا لقد انكشفت الغبرة فرأيت ضعينة ونياق عليها هوادج. قال للآخر أطيل النظر واكشف لي الخبر. جاء الآخر إلى أبي قال أبتا بلى هذه ضعينة والرجال عن يمينها وعن شمالها. قال للآخر ولدي أطل النظر وصحح لي الخبر. جاء إلى جادة الطريق اقتربت الضعينة من ذلك الفتى. جاء مسرعا وهو ينادي أبتا قال بلى البناي. قال حق لك أن تلطم على رأسك. قال ولماذا؟ قال بل اقتربت مني الضعينة فرأيت خالي الحسين أمام الضعينة ورأيت العباس عن يمين الضعينة ورأيت أبناء الحسين وأبناء إخوته عن شمال الضعينة. نادى خدوني وهو ينادي وحسينا من مناد وإماما. يا بوي من مكة طلع يا خير البرية، يا بوي من مكة طلع يا خير البرية، شمامة المختار زايا. وعطني على ما
يا شيخ قلل يسوقون الضعايا يعني كلهم شايا ولهم وجوه تشبه نجوم المضي شبان كلهم ما حلايا ديج الشمايق عندهم اعلام من الشرايا وعندهم محام وين صدق ظني هالمحايا من العقايق وعندهم سيوف مشهرة بحد هالمني وفيهم بطل المجتمع يعيش مو بعيد عن المجتمع. أبي يا رسول الله بعد عدنا يتيم الليلة انكسر قلب الحسين لأجلها وزينب بأبي وأم انكسر قلبها لأجلها. أول حالة يتم عند الحسين أول حالة يتم الحسين بأبي وأمي يصل إلى زرون فلات قال اضربوا فسطاطا ضرب فسطاطا خيام عدة مفتوحة على بعضها صيوان واحد خيمة كبيرة أنزل النساء ظهرا وأجلس هو مع أصحابه بجانب آخر على الأرض وخلى العيون بالطرقات الحرس. إجا أحدهم قال أبا عبد الله هذا راكب مقبل من جهة الكوفة قال لأولاده قفوا بالجادة لا تعترضوا الرجل لا تقطعون الطريق على الرجل ولا تأذون الرجل ولا تخوفوا الرجل قفوا بالطريق فإن جاء إليكم وسألكم فاسألوه وإلا تركوه يذهب راشدا. إجا وقفوا بالجادة وصل الراكب ضارب للتام الوقت مو مأمون عيون ابن زياد في كل مكان سلم عليهم حتى يكون يطمئنهم خايف منهم حتى يمر بسلام سلم عليهم ردوا عليه السلام من أنتم؟ قالوا إلى نحن أصحاب الحسين. قال لهم وأي حسين؟ قال الحسين صبط رسول الله. قال ما أظنكم صدقتم القول هذا في باله شيء آخر. ليش؟ قال لأن الحسين إما بالمدينة أو بمكة شي خرج من المدينة عند رسول بالكوفة ايش خرجه حمل سفر من مكة أو من المدينة إلى مكة إلى هنا. قالوا دونك صاحبنا تعال نوديك إلى الحسين. وصاحب بغية الحسين إجا وإذا الحسين جالس على وجه الأرض سلم رد عليه الحسين السلام أجلسه الحسين. بنو هاشم ظلوا وقوف لأن ما يجلسون حتى يأمرهم الحسين شار إليهم الحسين اجلسوا جلس بنو هاشم. هذا لا زال ضارب اللثام حسين يريد من حتى يحل عن لثامه. قال له يا أخ العرب من أين أقبلت؟ قال له أبو علي من الكوفة. قال هل لي أن أسألك؟ قال له سأل أبو علي. قال له أخبرني كيف خلفت الكوفة. الحسين يعرف يسأل عن من كيف خلفت الكوفة. هذاك نظر في أصحاب بني هاشم واحد بعد واحد خايف أراد الحسين يطمئن أكثر. قال له يا أخ العرب ما بين هؤلاء من سر تريد سرني عن أخبار الكوفة ما بين هؤلاء من سر أخبرني. الرجل مد يده حل عن لثامه أراد أن يخبر الحسين انخنق بعبرته شي يقول له لأن يعرف الحسين بيسأل عن من. قال له سألتك فتبكي. قال له أبو علي وش أقول لك تسأل عن شيعتك تسأل عن أعيانهم يريد يمهد للحسين ما يريد يصدم الحسين.
شاف الحسين وإذا هو يريد مهد، أراد الحسين يختصر له الطريق، قال له أخبرني، ترى أنا الحسين أتحمل مصايب وأنا مقبل على مصايب مو مصيبة واحدة، أخبرني. قال له أبو علي بالذات تسأل عن من؟ قال له أخبرني عن ابن عمي مسلم ابن عقيل ابن رسول بالكوفة، قطعت أخباره عنا، أخبرني عن مسلم ابن عقيل. وإذا بذلك الرجل قال أبا عبد الله والله ما خرجت من الكوفة حتى رأيت بعيني مسلما بالطرقات يسحب بالحبل. وإذا بالحسين مد يده إلى عمامة ورمى بها على الأرض ونادى ومسلما، ضج فتيانه ومسلما، الصرخة وصلت إلى فسطاط النساء، برزت الحوراء زينب. وإذا بعلي بن علي الأكبر واقف، يا ابن أخي شو هالصيحة؟ قال والله عم زينب ما أدري. قالت إليه اذهب إلى أبيك الحسين قل لعمتي زينب تسألك. إجا علي الأكبر، أبتا حسين ترى عمتي زينب وصلها بكاؤكم، خرجت تسألني، ما قال لأخبرها بكيت بكيت، حسين يريد يجي لها بنفسه. قال قل لعمتك الآن يأتي والدي. إجا الحسين بأبي وأمي، مجرد أن رأت الحسين حاسر الرأس، حسين ما تشوفه حاسر الرأس، مجرد أن رأته حاسرا لرأسه أثر الكسار في وجهه، حنت بأبي وأمي. اداركها الحسين، أخي لا يرتفع صوتك، ليش أبو علي لا بد أكو مصيبة؟ قال إيه، لكن المصيبة عندنا إلها أهل. ما هي المصيبة؟ قال أخي زينب عظم الله لك الأجر في مسلم ابن عقيل. أرادت أن تصرخ لزمت نفسها لتوصل الصرخة إلى النساء، مهد الحسين إليها، قال أخي زينب أنا قاعد ها هنا وجلس على وجه الأرض متربع، أخي زينب أنا قاعد هنا، أما أن تدخلي على النساء وعلي بابنة مسلم، جيبيها أريد أسليها أريد أنظر إليها. راحت الحوراء زينب وإذا النساء جالسات يرقبون الخبر، أخذت تدير طرفها من امرأة إلى امرأة ومن طفلة إلى طفلة حتى وقع نظرها على تلك اليتيمة بني حميدة. بل زينب إلي إلي فإن الحسين يدعوك. قامت وهي تنادي وأبتا، جاءت بها زينب إلى الحسين، فتح الحسين باع ضم اليتيمة إلى صدره وهي تنادي وأبتا ومسلما، مد الحسين يده مسح على رأسها، نظرت في وجهه ونادت قلبي كسرت يا غريب الغاب، قلبي كسرت يا غريب الغاب، مثل اليتامى تمسح خليت عبراتي على خدي سجيه.
للغيب يهدى يا الله بعجل لكن يتيمة تبكي أباها والدموع غزيرة تقبل اللهم عزانا شافي مرضانا ارحم بعض أقعدكم فقير أعينوه أعانكم الله أعينوه اللهم إنا نقسم عليك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الزكي المجتبى ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته ولا طالب حاجة إلا قضيتها ويسرتها والمؤسسين جماعتي الحاضرين ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. يجرهما من على الفرس يضرب هذا بهذا ويتركهما صرع على وجه الأرض. شاف الأمير المؤمنين وإذا وين خاف على محمد تأخذ الخيل قال لأصحابه أصحابي أدركوا محمدا. إجوا إلى محمد يريدون أن يدفعون إلى محمد السلاح ومحمد وين في عالم وفي وادي غير وادي يريد يرجع لأبوه يفتخر بي علي بن أبي طالب. شعن بالك زينب لما تتحسر على محمد معذور تتحسر على محمد معذورة. أبو علي بلا أخي زينب أشوف الألوية معقودة لواء عند الأنصار لواء عند بني هاشم لواء عن خيمة العباس لواء عن خيمة الأكبر أخوانك كل واحد بخيمة لواء. عزمت على الحرب قال بلى أخي زينب. قالت أبو علي بشرتني. قال بماذا أخي زينب؟ قالت أبو علي معنا. أبو علي أشوف لواء مسند إلى خيمتك لواء مسند إلى خيمتك أكو إلى صاحب ما إجا. قال إي والله أخي زينب لكن نترقب بعد يوم يومين يوصل. قالت يوصل قبل يوم عاشورة. قال إي أخي زينب. قالت يا بطل. قال بطل. هي ببالها من يقصد محمد. راحت اجت ابو علي اللي ومكانه ولو اجى صاحب اللي وان كان اشوف عندكم حركة متى يوصل انت طرشت اليه. قال اي والله اخي طرشت اليه. قالت ابو علي طرشت من الكربلاء الى المدينة. قال أخي زينب الله أكبر وين راح فكرش أخي زينب. قالت انت هلو هذا مو لي أخيك محمد. قال أخي زينب قطعتيني يا قلبي ذكرتيني بمحمد وذكرتيني بشجاعة محمد. أخي زينب أهوني عليك. قالت أبا عبد الله تمنيت أن يأتي محمد معكم ليكون نسيتون شجاعة محمد وليكون نسيتون قدرة محمد على الحرب. قال لا والله أخي زينب لكن وينك وين محمد وين وين محمد بينك وبينه مسافات. أخي زينب احنا بكربلة وعاشور مقبل إلينا
ومحمد بالمدينة، اتجهت الى المدينة نادت السلام عليك اخي محمد. مع الاسف ترى بتفوتك نصرة اخوك الحسين. التفتت الى الحسين نادت يا حسين رايات الحرب كلها انشروها، راية محمد بالعجل قوم اعبدوها يا حسين. وطرش يجي محمد لراضي الغادرية يوصل قبل عاشور ويحمل هاشمية. خوفي تفوت المعركة ويعتب علي ويقول حملاتي وصلاتي نسى الرايات كلها من الشرايا ترفرف بالاخياء. واظن لمحمد لواء ينحمل قدام افل العساكر لحمايا وتروح للشام. وديج الشجاعة الأولية يعرفوها قال الشهيد ودمعتي بالخد سجاعة. أعرف محمد في الحرب للخيال ركاع افل العساكر لحمايا يا الويفل الاحزان. لكن الى نصرى يا انا مكتبا والي وشلون اطرش والعدة حاطت حاطايا تخيامي والعطش روع يا ويلي روع ايتامي. وعاشور مقبل وانذبح عطشان عطشان يا نظامي. واي الزلم فوق التروب التروب بيعفروها لكن جادوا بأنفسهم في حب سيدهم. كأني به يخاطبها يا أم البنين ليش الفخر أن تكوني أم البنين؟ ليش يا أبا الحسن أربعة أولاد يروحون صرعى؟ مو بس انتين تخدمين ولدي الحسين وتحبين ولدي الحسين، حتى اولادك يا ام البنين يوم الايام يجيش ناعي اولادك فتصرخين وتنادين وولدا وحسينا. حتى اولادك وتعال الى هالولد قمر العشيرة ابو فاضل يقول للحسين اخي اذهب عني وروح الى امك بالمدينة وخل اخوانك يروحون وياك. قال لا والله ابو علي. يوم العاشر وقف قمر العشيرة قال لابو عبد الله ابا عبد الله استأذن منك. قال شنو؟ قال لا اريد اقدم اول اخوتي واحد بعد واحد، اخاف انا لكن ذولا يتأثر واحد منهم عاطفيا تحدث نفسه يتراجع. يخذلك ابو علي لكن لا اول خليهم واحد بعد واحد يروحون وانا اراقبهم حتى نبيض وجه امنا يوم القيامة. حتى امنا يوم القيامة تأتي كل نساء الشهداء
وكل نساء القتلى اذا اجوا يوم القيامة كل واحدة تحمل راس بعلها راس واحد واخرى تحمل لها راس واحد لابيها وواحدة تحمل راس واحد لابنها لكن احنا نريد ام البنين امنا تفوز ذاك اليوم بماذا تفوز قال له اجي حاملة اربعة رؤوس ابو علي مو واحد اربعة رؤوس تحملهم قال له الحسين اخي جزاك الله خيرا وخلاهم يروحون واحد بعد واحد وتالي خلى العباس يبرز الى المعركة لكن تعال شوف الحسين وحب الحسين الى قمر العشيرة الى هالطود العظيم العباس بالمعركة والحسين واقف بين المخيمات والعباس يضرب يمينا شمالا اذا رفع العباس بالمعركة صوته انجرح قلب الحسين نادي واخاه وعباسا والعباس ما شكى بالمعركة كل جرح بجسمه ما شكاه الى احد حتى قطعت يمينه ويساره فلم يشك ذلك الا لاخيه قابل ابا عبد الله ولهذا كاني بني بين القوم قل ابو علي قطع العدى جفوف يا اخويا والعلم مال قطع العدى جفوف يا اخويا والعلم مال بالعجل شوف البرقك يا حسين شيا طاح الحمل يا ابو علي وقلت الحيلة ما قدر اشيل سلاح والجربة سجيلة ومال العلم يا اخوي خل ضغم يشيله لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سردار والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود ملزوم نشرى والزم بصدري والزنود ما يطيح حتى يطيح اخوك بضربات عمود وينكسر جيشك شان خدت وسدت را لكن اتبقيان كذا وتلك يمينه نهب النصول واذا صحيح القاسم ممتد على فراشه وقد غمض عيناه التفت اليه قال له ولدي ارسلت الي قال له بلى يا عم اجلس عند راسي وادنو اذنك من فمي جلس عند راسه وضع اذنه في فم ذلك الغريب قال له بلى قال له يا عم وصيتي اريد اوصي انا رجل مسلم وحق المسلم على المسلم قال له اوصني قال له يا عم اذا فارقت الحياة غسلوني كفنوني ضعوني في نعشي احفروا الي قبرا قال له هذا كله نسوي لك بعد قال له يا عم لا تعطلون جنازتي تراها قال له انت سمعت مسلم مات وتركب لا غسل ولا كفن او عطلت حسين قال له الله جدك الحسين قال له بلى قال له من جدك الحسين قال له يا عم شهيد كربلاء هل انت زوجتني على حسابه وهل تقول زوج ابن اخيه وهو غريبة وانت تريد تزوجني وانا غريبة يا عم ترى الحسين جدي قال له بعدك وصية قال له بلى قال له بنتي ترى امانة عندكها يا عم قال له بلى قال له اياك ان تعطيها صدقة قال له ليش ولدي قال له هذه ابنتي ابنة هاشمية قال له بعد ولدي وين اوديها اين دارك ومن اي الهواشم قال له يا عم اذا جاءك موسم الحاج خذ هذه الطفلة معك
واذا وصلت الراحلة المدينة اترك هذه الفتاة انزلها من الراحلة، اترك هذه الفتاة تمشي امامك ومش انت من خلفها، سوف تأتي بك الى بيت عالي البناء لكن ابوابه كلها مغلوقة، سوف تشير اليك الى باب من هذه الابواب، ادن من الباب ونادي بعالي صوتك يا اهل هذه الدار خذوا يتيمتكم. ستفتح اليك الباب امرأة عجوز وتخرج من خلفها نساء أياما واطفال يتامى. قال له ولدي بعد اخبرني. قال له شو تريد يا عم؟ قال له اخبرني هذه الدار دار من؟ قال له يا عم هذه دار باب الحوائج موسى بن جعفر. قال له ولدي انت غلمان عن موسى بن جعفر او انت جار لموسى بن جعفر او انت من رحم موسى بن جعفر؟ قال له لا يا عم انا القاسم ابن الامام موسى بن جعفر. عندها لطم الشيخ على راسه ونادى وقاسما وخجالتا من جدك رسول الله. شو نقول ليوم القيامة؟ قال لا عليك يا عم، اضيفتموني، زوجتموني، اكرمتموني، ما قصرتون يا عم. مات القاسم وضعت عليه الفاتحة، ثم بعد ذلك جاء موسم الحاج، اخذ الشيخ تلك اليتيمة اجبها المدينة وصلت الضعينة، انزلها من المحمل، قال بني اتعرفين بيت ابيك؟ قالت اي والله لقد وصفه الي وامرني ان امشي كيد وكيد. يا ابت امشي من خلفي. مشى جدها من خلفها، جاءت وصلت الى بيت عالي البنا، ابواب عده لكن كل الابواب مغلوقة. جاءت بجدها الى باب من تلك الابواب، قالت ابتا اطرق هذا الباب فان صدق ظني هذا بيت والدي. اذن الشيخ طرق الباب، يا اهل هذا البيت خذوا يتيمتكم. فتح الباب، خرجت اليه امرأة عجوز، من المنادي؟ واي يتيمة الينا؟ فتحت الباب واذا صدق يتيمة واقفة منكسرة الخاطر، يتيمة صحيح. رأسا العجوز نظرت الى تلك اليتيمة، تأملت في شمائلها، نظرتها في وجهها، واذا بها تنادي شمائل ولدي القاسم. أنت ابنة من؟ قالت إليه أمه أنا ابنة القاسم، أنا يتيمة القاسم. بني أين أبوك؟ قالت أمه إن أبي مات بأرض الغربة. لطمت تلك المرأة ونادت وولدا. أغشي على المرأة، جاءوا بالماء إليها، سكبوا الماء حركوها وإذا قد فارقت الحياة. رمت اليتيمة بنفسها على ذلك الجسد منادية وغربة. من جيت نبه البرد كل نورك كل إزراج، خوف يموت بهالعمر وانت بالأزواج. من جيتنا شفنا الفواضل والأيادي، ضاقت المرعى بالنعم واخصب الوادي. جنوك جليل لو من نسل أحمد الهادي، مثلك يا بويا بهالشرف ما يصير سقا. لكن شسوي وانت رايد
تحمل الماي ما يصير تخدمنا وعليك النور. قال لي يا عمي ليش تجزع من حجي الناس علوه بحمل الماي واسي المطل. عباس ساق العطاش اللي بقي جثه بلا راس ما سمعت منه على الشريعة حز الأوداء. ويقول لي هنا بالعرس من عقب الأحباب ألم الابن بقلب الأم والأب. مأجور أبو علي تجمع مآسي العالم كله وتجمع مآسي الأولاد كلها على أمهاتهم وأولادهم. بعد مأساة الحسين وفجايع الحسين أعظم وأعظم أولاد يشوفهم زهرة الزمان. بعضهم لم يبلغ الحلم يشوف الواحد منهم على التراب يعتفر. احنا نسمع سمع نتأذى كيف لما تشوف ابن على البوغاء. واحد يشوف ابنه يقول له تعال ابنك توفى جنازة ابنك يجي يصيح يلطم ايام عديدة بمأساته يعيش حزنه ويعيش مصيبته والحال تشوفه نظيف ملفوف بالكفن الناس من حوله بمسبلة من مسابل المسلمين هذا يواسي هذا يسلم. ومو على جنازة واحدة جنايز والخيام. عمي انقل لك صورة ترى بعض الخيام ارضها ملطخة بالدم لان كثير من الفتيان جابهم الحسين يدخله بخيمته عند امه يخليه ما يخلي برا يخاف النسوان تطلع. يدش بالخيمة تجتمع النساء بخيمة المرأة والجسد ممدود بوسط الخيمة والدماء تجري على وجه الأرض. بعد غير الحسين تعال إلى أم الولد صاحب هذا اليوم أم القاسم أمل عندها أمل عندها أمل يوم من الأيام تشوف هالولد هذا يوم من الأيام يجونها يقولها الولد قومي لزفاف ابنك أو قومي لخطبة ابنك أو قومي وانظري لزوجة ابنك. فجأة وإذا يأتيها خبر مقتله يا أم القاسم ترى الحسين اجى من المعركة يحمل ابنك على كلتا يديه. وتعرف لا احد يجيب الكفن لا احد يحفر قبرا لا احد يغسل الولد لا احد يجيب نعش. الحسين شايل الابن على ماذا رفع الطرف الرلا شوية شافت وإذا الحسين اقبل يحمل الفتاة على كلتا يديه مناديا وابن اخيا. جاب الحسين طرحه بالخيمة اجتمعت النساء من حوله. أم اش سوت أم دنت من جراحاته أو من هامته أخذت من دم هامته وخضبت به كفه. قالت ولدي أنت معرس اليوم أخضب كفيك لكن بماذا بدم راسك. عوالي طلعت سكينة تجدب الونة خفيت نادى يا جاسم بدلت عرس بعزية من عاينة عريس مخرب بدمه مطروح ما بين اخوته وولاد عمه وشافت ابوها ينتحب ويصيح يما شقت صاحت
الصلوات يا عرس لك الشر علي وقلب الشهيد حسين دايب من بجاه إناد نادي يا جاسم ليش متوسد ترى محسر يا ابن عمي على الدنيا وهوى وخرت على أمه وعبرت أجري صيح انتحل جسمي يا جاسم من ودينك ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك عريس يا ابني وللمقابر زفينك صار العريس والمات في ساعة شجية لكن انا من شفت عمك لبسايا تفصيل لشفا قلت الولد ما يعود من حمات لكن لهفي له ينظر الأحباب صرع ودمع انزعج الحسين بأبي وأمي ثم انصرف عن عمر بن سعد صعد على أكمة نزل وإذا بخطوات من خلفه دار إلى خلفه وإذا ببرير من خلفه يمشي على هون التفت إلى برير ما أخرجك قال لأبو علي مو بس أنا خرجت ترى زهير خرج حبيب ابن مظاهر خرج ترى انت جلوسك مع عمر بن سعد ما خليناك لوحدك ها انت منذ ان خرجت من المخيم خرجنا من خلفك عرفنا انك بتلاقي هالعين هذا قال لماذا قال ابو علي خشينا ان ياخذوك غدرا قال واين اصحابك قال له أبو علي بتلك التلعى رجل وبتلك التلعى رجل وبديش التلعى رجل أبو علي إحنا ما خليناك لوحدك ترى إحنا خرجنا من خلفك قال له جزاكم الله خيرا قال له إلي إلي يا برير دنا برير صار كتفه إلى كتف الحسين قال والحسين بيده على كتف برير جذبه إليه قال يا برير ألا ترى لسواد هذه الليلة قال بلى أبو علي قال لماذا لا تأخذ أهلك ورحلك وتخرج عني روح عني انصح أصحابك روح انصح بعد فتيان من فتيان أنصاري قل لهم الحسين ترى ما يطالبكم يوم القيامة روحوا ما حملكم على ذلك انحنى برير على يد الحسين يقبلها قال لأبا عبد الله والله ما خرجنا إلا لنقتل بين يديك أبا عبد الله أنسلمك عند الوثبلا والله أبا عبد الله أبو علي والله لو قتل الفرد منا ثم أحرق ثم در في الهوى ثم بعث وهكذا 70 مرة أبو علي من خليك أبو علي وياك لننعمنك عينا أبا عبد الله جزاه الحسين خيرا ثم رجع إلى مخيمه جاء إلى خيمة زينب استقبلته فخر المخدرات زينب أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم قال بلى أخي زينب والله اختبرتهم فوجدتهم يتهافتون على المنية دوني تهافت الطفل على محالب أمه نادت زينب وأخاه وحسينا
بلغ العباس جاء إلى خيمة أخته زينب. أراد الحسين يراويها هؤلاء الأبطال حتى تطمئن زينب. قال لأبا فاضل لا يطلع عليك الصباح وأنت معي. قال له ولم أخي أبا العبا عبد الله؟ قال له خذ إخوتك وارجعوا إلى أمكم المدينة. وإذا بالعباس استوى قائما قال أبا عبد الله ماذا أقول لأمك فاطمة يوم القيامة؟ قال له يا أبو فاضل بخوتك جوض وشيل. قال له يا أبو فاضل بخوتك جوض وشيل وأنا تركوني بهالفضا والقوم والخيل. ردوا بسلامتكم يا خويا بول الليل. أمكم حزينة ودوركم تبقى خلي. بعد اخي عباس اذا نويت ترجع خذ وصيتي. قال له ابو علي شو الحكي اللي تقوله؟ قال له بلا وسلم على محمد وقل له يا ابن الامجاد التفت لا تنقطع من بعد الوفاد. وانا علي بهالارض يا اخوي ميعاد انا ذبح واختك تنسبه وتركب مطير. قال لي يا ابو سكنة تركت القلب مكسور. منت ملاد الناس وانت العمد والسور. لا وين انا توجه وباشر يوم عاشور. كلنا نتمنى الموت دونك يا شفي. ارجع باجر هالخبر يوصل الى الناس. خاف المنية وعاف اخوه احسن. ارجع باجر هالخبر يوصل الى الناس. خاف المنية وعاف اخوه احسن. لفعل فعل للحشر بتتحدث الناس. هاي السعادة ودونها ورود المنية. ألا من مناد وحسينا؟ ألا من مناد وسيدة وزينب على باب الخبا؟ وطبت كئيبة تنادي بدممكم لا يا يا تخلوني. وزينب على باب الخبا كم لا يا يا تخلوني. لو عافنا العباس يا هون التجي. يا هو يرد الخيال لو غارت عليه. إلهي قامت بأبي وأمي التفت إليها قال عم زينب بعد أول تفقد الحرم والأطفال وحدة بعد وحدة. خاف وحدة ظالة من النساء إلى الآن ما رجعت. فيها التلعات فيها الأكمات فيها الوديان. إي حاضر يا ابن الحسين. قامت زينب فلانة قالت لبيك يا ابنة علي. فلانة لبيك يا ابنة علي. وحدة بعد وحدة ثم نادت عزيزتي الحسين ربام ربام. فلم تجبها. اجت يا ابن الحسين ترى الرباب ما موجودة بالخيمة. ماذا تقولين عم زينب؟ اي الرباب ما موجودة. قال عم زينب قولي للنساء ان ينظر بعضهن الى بعض. كل واحدة تطالع الثانية. يمكن الرباب منخنقة بعبرتها. يمكن مغشى عليها.
يا نساء كل واحدة تتفقد الرباب، كل واحدة تنظر إلى وجه الثانية، كل واحدة أخذت تنظر إلى الثانية. إجا الجواب: يا ابنة علي صدق، ترى الرباب ما موجودة. يا ابن أخي الرباب ما موجودة. قال عم زينب: هدئي من بكاء النساء والأطفال، خليهم يلزمون الصمت شوية. أشارت: يا بنات الحسين، أخوات الحسين، هدئوا من بكائكم. سكتت النساء، سكتت الأطفال. قال عم زينب: ارفعي طرف الخيمة. مدت يدها، رفعت طرف الخيمة، قام بأبي وأمي يتكئ على عصا، ليل يتكئ على عصا، برز من الخيمة، أصغى إلى المعركة يمينا شمالا، نادى عم زينب: لبيك يا ابن الحسين. قال: هذه عزيزة الحسين على جسد الحسين. يا ابن أخي بالليل. قال: إيه بالليل، أنا أسمع صوتها على جسد والدي الحسين. عم زينب خذي معك من النساء، من النسوة، وروح جيب الرباب. إجت زينب معها بعض النسوة، وإذا صدق الرباب جالسة عند نحر الحسين وهي تشم ذلك النحر، وقد أخذت من دم نحره وصبغت به ناصيتها ورأسها ولسان حالها. أبو علي: أأذهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت سليب رباب؟ قومي قومي ارجع إلى المخيم. يقول: أخذتها زينب أرجعتها إلى الخيمة. يقول حميد بن مسلم: أنا جيت أتمشى في الوادي في المعركة. يقول: بينما أنا كذلك وليلة مظلمة، يقول: بينما أنا كذلك وإذا رأيت سواد من بعيد، يقول: تبعتها. يقول: لما اقتربت منها وإذا بها طفلة من طفيلات من أطفال الحسين. يقول: كلما تبعتها يقول ابتعدت عني هرولت. يقول: خفت عليها، ناديت: بنية والله ما أردت بك سوء. قفلة خافين. يقول: وقفت، دنوت منها، كسرت خاطري كلمات قالتها إلي. يقول: كسرت خاطري، قالت إلي: يا شيخ، إن أردت مني سبيا فوالله ما بقى القوم علي شيئا، ما عندي شيء يا شيخ، وهذه أذناي مخرومتان، وهذه الدماء جمدت على خدي. اي بنية، لا والله ما اردت منك سبيا، لكن وين رايحة بنية؟ ظل الطريق، ارجعك الى عماتك. بنية ارجعي. قالت: يا شيخ لا والله. اذا نيت سليمة ايضا. انا اسألك. قلت اليها: بلى بنية. قالت: يا شيخ دلني على طريق الغريب، أريد أروح النجف. يقول حينها: قلت إليها: بنية تروحين الغريب، عندش خيلان، عندش أعمام، تريدين تحشمينهم حتى يأتوا ويخلصونكم من الأسر. قالت: يا شيخ أريد أن أذهب لجدي علي بن أبي طالب وأقول له: قوم أبو حسين إليك يتامى وأرامل، قوم أبو حسين ترى فخر المخدرات زينب هدك خدرها. أرجعتها إلى عماتها. أما زينب بأبي وأمي برزت من الخيمة بظلمة الليل ورمت بطرفها يمينا شمالا، أنين الحرم بجانب وأنين القتل والجرح بجانب وصراخ الأطفال بجانب وزين العابدين ومرض زين العابدين. وإذا بها نادت: أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت التجب ظله،
وليتك واقبل علي الليل وزدادت الوحشة وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة. وشيخ العشير حسين ما عاد شال نعشي مطروح وبجنبه علي الاكبر جسا. وعباس عند البار حيحوط الصياوين يا مريم واخوتك الهم خرت تحب جسم الوالي وتلثم وصالي. اجوا اليه يا ابن الحسين ركب عماتك. قال عم زينب يلا اجمع النساء مع الاطفال نمشي. اجت زينب بابي وامي من مرأة الى مرأة، كل واحدة طالع طفلها، كل واحدة يكون تتفقد الثانية، لان باتوا بالليل ظلمة، يمكن واحدة راحت بعيد. التفتوا قالوا لا يا زي العبرين، ترى كل النساء موجودات والاطفال اللي خرجنا بهم من كربلاء هم موجودين. قال الامام يلا عم نركب النساء. اخذ يركب واحدة بعد واحدة. يزي عمر ابن سعد قال اسرجوا الخيل. اسرجت الخيل. قال الى الموكلين بحمل الرؤوس روحوا ارفعوا الرؤوس. كل موكل براسه اجى رفع الراس شال الراس. اجى الموكل براس الحسين اراد ان يرفع الراس فلم يستطع. يا عجبا. استعان باخر فلم يستطع. استعان بثالث فلم يستطع. اجوا لعمر ابن سعد قالوا روح جيبوا زين العابدين بسرعة. اجوا يا ابن الحسين والامام بعده توه يركب عماته. يا ابن الحسين اجى وصل الى الرمح الذي عليه رأس وال يد بخاصرته ويد اخرى مسك بها ذلك الرمح طرفه الى رأس والده الحسين. السلام عليك رأس والدي الحسين ابا عبد الله يكفي عماتي واخواتي فقد تقشرت وجوهن من الشمس اذا بقينا طلعت الشمس صهرت رؤوس عماتي واخواتي وبناتك يا حسين. واذا بالكلام من ذلك الراس ولدي علي انا ترى مو غافل عنكم ولدي علي عينك تبراكم منذ ان حملتم على النياق من كربلاء. لا تقولون ما عندكم حمات لا والله عيني تبرر عين يمين شمال ولدي علي يعز علي ان ارى اكو يتيمة البارحة ترى ابتعدت عمات عن عمتها. ولدي علي لا ارضى ان تسيروا من هذا الموضع حتى تأتون بالطفل. قال عم زينب قومي انت بجانب وسائر النساء بجانب. قالت بهالظلمة. قال قبل ان يطلع قرص الشمس زينب بجانب علي الاكبر علي زين العابدين بجانب والنساء بجانب من واد الى وادي. اما زينب كلما مشت نادت عزيزة الحسين وندير عنها يمين شمال عزيزة الحسين ما تسمع جواب. ابتعدت بأبي وأمي
رأت وايدا بسواده جالس عند كمة من الرمل. قصدتها زينب وايدا بامرأة وحسينا، وايدا بامرأة جالسة دنت منها زينب، وايدا الطفلة جالسة بحجر المرأة، والمرأة تقبل تلك الطفلة: ابنتي اين عماتك؟ بني لماذا انفلتي عن الراكب؟ واليتيمة تقول: جدتي اريد والدي الحسين، انا انفلت اريد ارجع الى والدي الحسين، ظليت الطريق شلون ياخذوني وابوي على الموغى. جاءت زينب: السلام عليك ايتها المرأة. نظرت: وعليك السلام ابنتي زينب. قالت: امت الله اتركيها فانها طفلة الحسين. قالت: بني الي الي. دنت منها نظرتها واذا بها امها فاطمة، جلست بجنبها: بني زينب اين اخوك الحسين؟ قالت: امه هذا هو على بوغاء كربلاء، نادت: وولدا وحسينا. رجعت زينب، ارادوا ان يسيروا النساء واذا بها نادت: طلعت تنادي يا زجر لا تزعجوني، بركب المطية والسفر لا تزعجوني، خلوا يتام حسين عندي واتركوني ابجي لحتى تروح روحي وتغمض العين. يا زجر خاف الله ولا تروح يتامي من غير والب الف لا في شلون ممشاي، لو حاضر العباس تاج الفخر وياي، ما حد كفو منكم يقرب للصية. قال: هنذبح عباس وتقضت ايامه والراس منه انفضخ والنهبات. تقبل عزانا، شافي مرضانا، ارحم ضعفانا، وفقنا لما تحب، احفظ المؤسسين جماعتي الحاضرين، ارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على الايمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.